بالحق زجران البس الأحذية الجديدة وباخذ لك صورة احترافية عشان أشوف ستايلك. أيوة بالعربي أبي يلبس الأحذية الحين. تكفى ليش هذا المال إيش السبب؟ السبب لأنهم ضايقين. مو بنايمين؟ اقول لك ها مو بنايمين؟ مو معاذ ما اعطيته واحدة انا؟ ايه اعطيته واحدة. في حقه وقف على راسي يقول في حقته. ما شاء الله تبارك شو والله سبحان الله غرفتكم غرفة اجتماعات حلوة سبحان الله. تدري ليش؟ لان نفوس طيبة. طيبة الغرفة اللي فيها نفوس طيبة تستانس انك تقعد فيها. تعالوا انا ابو معاذ حياك حياك ابو معاذ حياك حياك حياك. صورة الحين قام خلنا ادق لك صورة بالكنادر الجدد اللي شريته وارسله حق ام كيان وانت مزبرق الحين زي كذا. الحين يا كذا اصبع واكب روحي واتعطر قام منك كاشر شلا تتعطر شلا تتعطر بياخذ لك صورة تتعطر يلوموني فيه يلوموني فيه انا اخوي انا اخوي تكترت بزي كذا؟ لا والله قام والله تعلم عن النظافة تعلم ايه هيا يوم ما سبح ورحنا نوم وجعنا